السلامة ومرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. وأخيرا جاء الوقت باش نصور الكهرباء هذه ملي صار لونسمون نتاعها، وأنا نستنى وقتها باش نصورها لكم، وبرشا منكم زادة طلبوا مني إني نصورها لكم. دونك كما تشوفوا معنا اليوم هي الوليس 719، لكن أنا ما نسميهاش وليس 719 وإنما نسميها الكهرباء التونسي. علاش؟ مش على خاطرها تونسية، لا، على خاطرها بالرسمي كهرباء تناسب كراس الشروط التونسي. كيفاش الحكاية هذيك؟ الحكاية هذه باش نفسروها في الكهرباء من برا ومن الداخل، كيفاش نحكيو على الخصائص نتاعها. دونك الفيديو ده عارف اللي يجيو برشا تعليقات، دونك اذا عندك نقد للكهرباء ماذا بينك ان يكون نقد بناء، معناتها من تو كان شقه تعليقات معناتها بطريقه غير محترمه، دونك باش نعمل هايد تو، خاطر عارف الفيديو ده يجي فيه برشا تعليقات كما صار حتى في الوليس وولف، كما قلت لكم فيديو قصير على الفيسبوك. واذا عندك زاد رايك في الكهرباء ده جربت تعطي رايك في الكهرباء في الكومنتير، وزاد اذا عندك اي سؤال مرحبا بك. دونك باش نحكيو عليها من برا من الداخل، وزاد باش نحكيو على تاريخ الكهرباء دي، اسكو 100% تونسيه ولا اسكو جات نتيجه تعاون مع ماركات اخرى، وكل ما يخص الكهرباء هذه زاد تجربه قياده في الاخر ان شاء الله. قبل ما نبداو اشتراكك في القناه مهم على الاخر، وكان تحب عندك اي سؤال ولا كان تحب تتابع كل جديد عالم السيارات تابعنا على الباج فيسبوك والانستغرام، تلقى اللينك في الديسكريبشن. يلا بينا. دونك قبل ما نحكيو على شنو فيها من برا ومن الداخل، خلينا نعطيو شويه نبذه على تاريخ الماركه وعلى الموديل هذا تاريخيا. دونك كما تعرفوا دي ماركه وليس، وليس كار، واللي هي تنشات عام 2005، واللي هي اول مصنع سيارات تونسي معناتها معترف به. دونك الموديل اللي خرجونا الاولاني هو الايزيس، ومن بعد الايريس، ومن بعد خرج 919، ومن بعد خرج 719 زادها 100 وزادت في الكوبر، وتوا اخيرا خرج الوليس وولف. دونك كل هذه السيارات كلهم ما همش 100% تونسيه، مثلا الايريس والايزيس وقتها كانت الشاسي وكل الترافيه البراني تونسي، لكن الموتور وهي وقتها كان بيجو. والمره هذه وليس عمل توجه اخر ومشى الايران خودرو، واللي هي شركه ايرانيه، دونك اللي هي تاخذ في الموديلات بيجو القدم وموديلات اخرين كما سايبا وزادوا ايران خودرو، دونك موديلات قدم وتعمل لهم تجديد، تعمل لهم ريستوراسيون باش يتوافقوا مع لي زوبسيون نتاع السنوات هذوما مش تاع وقتها. ومن الموديلات هذوما تنجم تشوف زاد مثلا ال 405 والا 206. على فكره 206 دونك هذه عباره على 206 القديمه لكن مجدده حسب كراس الشروط المستهلك التونسي. دونك علاش قلت لك من الاول راهي نسميها 719 ونسميها كهرباء التونسي، ودي حاجه اللي حذاها من قدام. دونك حتى من قدام حتى كي خذاها اصلا ما تلاحظهاش هي 206، وحتى من هنا وليس خلى البصمه نتاع الهويه نتاعو من الشبك من هنا. دونك هذا شبك يشبه برشا للايريس للايزيس لل 619، دونك هذيك الهويه نتاع وليس مهمه برشا، على خاطر حتى كي خذاها ما خذاهاش كموديل وجوست باش يبيعو، دونك خذا الشاسي والبلاتفورم والموتور بالطبع، والباقي حاول يعملوا يعني تطابقا مع شنو فما في السوق التونسيه، خاطر السوق التونسيه مش كيما السوق الايرانيه والعراقيه ولا الشرق الاوسط مشيره هذيك. دونك من قدام كهرباء برسمي سامبل على الاخر، معناتها برسمي هو تونسي يحب، تونسي يحب كهرباء تكون كبيره، تكون ما فيهاش برشا الكترونيك، تكون ما ايكونوميك، وتكون سومها زاد باهي، وتكون ماهيش مكلفه حتى في قطاع الغيار. اوك علاش من قدام لا عندنا فار ديريكسيونيل، لا عندنا الفول ال اي دي، لا ماتريكس ال اي دي، دونك عندنا ال اي دي عادي، وعندنا الكود والفار عاديين على الاخر، والفار زاد مزيان بالكدا. الشبك يعكس هويه وليسكار بالطبع كما قلت لكم، لان كلمه 719 ملوطه عندنا اضواء الضباب نتاعها. والحاجه زاد الباهي حتى كي تراسمها انت توا، دونك حتى جماعة وليس كيفاش يعملوا، خاطر بما انه مصنع تونسي، دونك مثلا تنجم الكهرباء كيما هي تختار اوبسيون تحب تزيدها ولا اوبسيون تحب تنقصها، دونك كيما تحب انت. مثلا ما نحبش اونتي بريار مش لازم اونتي بريار، مثلا تحب جونتوات اخرين، فهمت، معناتها حاجات يتبدلوا سولون الاختيار تاع كونفيغوراسيون بيرسوناليزي معناتها. من قدام عاديه على الاخر، دونك عندنا الفيتر تاعها تنتي، وهذا هو بالنسبه للقدامي نتاع الكهرباء. توا خلينا نشوفوا في جنب شنو وفرت. على جنب تاع الكهرباء اللي حدوا شويه 206، لكن عملوا لها خلاوها تكون مودرن اكثر. مثال لهنا ريتروفيزور بدلوها ضربه واحده، ماهيش كيما تاع 206 بالكل، دونك رسمي مزيان على الاخر الريتروفيزور تاعها، وفيها الريبيتيتور من هنا الكلينيتون، وكانت قبل كنت رفاهم زاد فما ريبيتيتور هوني، دونك ضعلي نحاوها من هوني ولا حاره تنزيل نشوف لكم الشيره الاخرى. البوانيه نتاعها لهنا ولات فيها كل تنوريك كل شيء اون باراليل خاطر بعيد عليك، دونك كل شيء كل هكا كل حاسينو زينوها اكثر، اوكي فخموها اكثر. وبالنسبه للباكيت نتاعها من هنا مدهونه كما قاعدين تشوفوا، هذه فيرسيون ترا فيها جونتالو، فما الجي من غير جونتالو، وحتى العجل نتاعها عجل توانسه معناتها من ماركه تونسيه 100%، دونك والفران ديسك من قدام ومن تالي عندنا الفران طنبور. دونك بالنسبه لهنا هذه تدور بالمفتاح، فهمت، ما تكهرب برسمي ما فيهاش برشا الكترونيك، حتى هذيك تدور بالمفتاح، من هنا عندك بالمفتاح، اما رغم انه زاد فيها فيرميتور سونترال ا ديستونس. الحاجه الباهيه لهنا فيتر تنتي نتاعها، وهنا الفيرسيون هذيا والا الكونفيغوراسيون هذه فيها التوا فيتري من هنا، دونك كيما تنجم تحطها كيما تنجم ما تحطهاش، دونك هذيك حاجه اوبسيونيل باهي. وبالنسبه للطول نتاع الكهرباء حكيت 4 متر ونص ظاهر لي. بالنسبه للمقارنه الحق ما نحبش نقارن الكهرباء هذيا، خاطر الكهرباء هذيا كيما نقولوا
تونسية أكثر من أنها تكون كما الكرهب الآخرين، أو حتى في سومة تشوفها بعيدة برشا على المنافسين، أما في الطول نجم تقارنها بالداسيا لوغان وإلا بالشيري أوتروا ولا حاجة، معناتها باش تفهم الكبر نتاع الكرهب، أما الباقي راه ما نجموش نقارنوها بالكرهب الآخرين، دونك هذه عبارة قارنها باستعمالك ولا باحتياجاتك هكا هو. وهذا هو بالنسبة للجنب نتاع الكرهب، والعجل نتاعنا 185/65R14، توا خلينا نشوفوا التيلاني نتاعها. نجيو توا للتيلاني نتاع الكرهب، حتى من تيلي سامبل، مش حكاية سامبل معناتها ما فيهاش فنت، لكن سامبلك اللي ماهيش معقده اللي تخليك تخمم كيفاش تبدل القطعه مره اخرى، دونك برسمي سامبل على الاخر ويوفر لك شنو تحب. هذا كيما قلت لك راهو التونسي واش يحب، يحب يعطيني ضوء من تالي في تروازيان شاد ستوب، خاطر هذا امر مهم جدا انه كي تشد فران ثلاثه يشعلوا فيها الرادار، باش كي توخر عندك الرادار نتاعها معناتها يبدا يستوني لك، وما نعرفش تنجم تزيدها كاميرا ولا ولهنا بخلاف هذايا. دونك لهنا عندنا اللوجو نتاع وولي زاد محطوط من تالي، المال نتاعها كيما نجم يتحل من داخل بالبوطون، كيما تنجم من هنا زاد تحلو بالمفتاح نتاعها، والباراشوك نتاعها من تالي حتى نتاع اكل تاع الرومركاج هذيك محطوطه من غادي ظاهره، دونك ماهيش معقده الحكايه بالكل بالكل. وعندها زاد اضواء لهنا باللوطه نتاعها، والاضواء الفوقانيين مبدلين ماهمش تاع ديسونسيس ولا حاجه، مبدلين وكيما نشوفوا كي على جنب الكل من هنا برسمي مزيان على الاخر متواضع جدا. دونك لهنا وعندها المفتاح نتاعها، المفتاح نتاعها تنعمل لكم زوم باش تراوه، دونك فيه اللوجو وليس وسامبل لهنا فيه الحلين وفيه نتاع التسكير. وبالطبع مثلا هذه في الميتور سنترال اديستانس. توا خلينا نحكيو على المال نتاعها، دونك باش تحل المال نتاعها يا اما من داخل يا اما من هنا وتهزو هكا. باهي قبل ما نحكيو على المال نتاعها لهنا لاحظت اللي الباراشوك نتاعها فيه ليفيس لهنا ظاهرين، هذه كيما تنجم تغزر لها حاجه خايبه كيما تنجم تكون حاجه باهيه حتى في تبديل الباراشوك. كي تبدل الباراشوك لهنا الامر باش يكون سهل، ومن بعد ما عادش تخلي الخطوط عجنب، دونك تنجم تغزر لها صحيح مشيره خايبه تقول منظر مش باهي، اما تنجم تغزر لها مشيره الباهيه انه في العمليه وقت اللي يضرب الباراشوك. من هنا كلها مغلفه، دونك كل شيء بعيد عليك تنوريه لكم باراليل، كلها مغلفه من هنا، حتى من هنا ما تقدرش تعدي فليجة ولا حاجه بالبلاستيك، والمال من داخل الكل مغلف، الكل ما خليو حتى شيء عريان في المال من داخل، دونك هذه الفيرسيون تاع البيورا مش بروتوتيب ولا حاجه، دونك وكي تهزو هكا بذية عندك لهنا روت سكور تاعها كيما ترى فيها من برا بالضبط، اما روت سكور معناتها ما غير جونت. دونك لهنا عندنا الكريك والانفتاح نتاعها زاده بالكاش مكتوب عليه وليس، دونك هي راه على فكره التركيب تاعها يصير كله في تونس، راه هي تجي من برا كان شاسي والبلاتفورم والموتور والباقي كل يصير معناتها التركيب تاعها في تونس، دونك الكهرباء اكثر من 50% تونسيه معناتها. والبنكات تاعها رابطابل 1/3 2/3، والمال نتاعها الحموله نتاعها توصل قرابه 400 ايتر، هذا يجي في المتوسط نتاع الكاتيجوري موش اكثر ما فما ومو زاد اقل ما فما. من هنا عندك هذوما الليبران تاع المال هذيا نتاع كي انت باش تحل تاع الكوموند نتاعها، وحتى لهنا دي كل شيء كلها كله مغلف، لهنا يورينا حتى التركيب التونسي ونوصل، واللي هي حاجة باهية برشا اللي يوليها ويتلهاو باللي ديتاي هذوما، برسمي باهي على الآخر من هنا، خلينا توا نطلعوا فيها ونشوفوا شنو وفرت من الداخل. باهي نجيو توا للمقاعد الخلفية نتاع الكهرباء، وهذا أمر مهم برشا خاطر كيما قلت لك الكهرباء التونسي يحبها تكون كهرباء عائلية، مالا خلينا نشوفوها اسكو تناسب العائلة من تالي ولا لا. باهي بالنسبة للدخول صراحة ساهل مو صعيب الكل، باهي أول حاجة نبداو نحكيو عليها واللي هي الكونتربورت نتاعها، الكونتربورت نتاعها من تالي مغلف واللي حاجه باهيه برشا، صراحه انا ما كنتش نتصور اللي باش يوصل يغلف الكونتربورت التالياني، لكن برسم الديتاي هذا مهم برشا، دونك مغلف على حسب زاد لون الكسوه بالضبط، دونك نتصور الحكايه بيرسوناليزابل معناتها كيما تحب انت لون الكسوه وكل. الحاجه اللي ممكن تتقلق منها ما فيهاش قزر في الكونتربورت من تالي، على خاطر راهو انه يحط قزر موش جوست يركب قزر، دونك باش تبدل الكونتربورت كامل، دونك يمكن الحكايه بشويه بشويه يوليو يعملوها. عندنا هوت بارلور من تالي وعندنا البوانيه نتاعها عملية عادية بالكل سامبل بالكدا. هذا بالنسبة للكونتروبورت، بالنسبة للكسوة تاع الكسوة هذه تشوفوا فيها السيمي الكوير، أما الفيرسيون البازيك نتاعها البارح شفتها، دونك الكسوة نتاعها تنجم تجي قماش مبر، دونك وهي الحكاية تختار ما تحب هكاك ولا تحب كسوة كيما هكا، دونك أنا في السخانة نتصور الأخرى تمشي أحسن، خاطر هذه تسخن بالكدا في السخانة. دونك بالنسبة للمقاعد الخلفية نتاعها، بالنسبة لارتفاع الرأس متواضع جدا، دونك انا مثلا طولي 1.78 ديجا راسي مس في الفوقاني تاع الكهرباء، دونك وبالنسبه لهنا عندك التونيل، دونك في الوسط من المستحسن يقعد صغرون هكا، ديجا حاطط لك روبوستات هكا دي هابطه هكا، فيها تروا روبوستات من تالي، دونك الكهرباء هما لقينا تكون خمس مقاعد وفيها ليزوفيكس نتاع كرسي نتاع البيبي. باهي لهنا عندك وين تحط حاجه، دونك لهنا مجله ولا كتاب ولا حاجه، لهنا حطوا لك البورت غوبلي للتلانين، اما لهنا كي تنجم تحط فيه الصندريه هذه، دونك يمشي لك بورت غوبلي ولا تحط فيه الصندريه هذيك. بالنسبه للباساج
كما قلت لكم فيها التونيل دونك الباساج مش يكون سهل برشا، لكن المقاعد الوسطانيه كما قلت لك يكون فيها صغرونه احسن. ومن تالي وهنا كما قاعدين نشوفوا التوا فيتري نتاعها دونك ما يتحلش جوست فيتري، وحاجه اخرى فيه فيه الكاش نتاعو دونك مو على الشمس ولا حاجه، دونك فيه الكاش نتاعو ولا حاجه مهمه برشا. وعندك من هنا وين تحط يدك على اليمين وعلى اليسار، ومن تالي ما عندناش بلافونيه. توا خلينا نشوفوا القدامي نتاعها. يقبل القدامي فيها فيتري الكتريك اما ماهمش في الكونتر بورت، وانما حطوهم هوني. علاش حطوهم هوني؟ بالنسبه لي حطوهم هوني احسن. علاش؟ باش تنقص من المصاريف على الانستالاسيون لهنا، وزاده باش تكون الحكايه عمليه اكثر. حتى القدامي ينجم يتحكم في التليانين، وثاني حاجه حتى في التبديل ولا في الـ في الـ في التصليح ولا حاجه من هنا تكون اسهل من انها تكون في الكونتر بورت، والكونتر بورت يكون سمو ارخص. توا خلينا نشوفوا القدامي نتاعها. نجيو توا القدامي نتاع الكهرباء. من الحاجات اللي لاحظتهم اللي الباب تاعها رزين، وهي حاجه باهيه برشا، مش شكل خفيف دوما تحل ممكن يهرب بيك. وهذيك تذكره نتاع الباب. الكونتر بورت من قدام كيما من تالي بالضبط، دونك كيما غلفوا من تالي كيما غلفوا من قدام. اما من قدام شنو يزيدنا القجر، وفيه هكاك التعويجه نتاع بلاصه دبوزه صغيره باش تحطها، دونك هذه حاجه عمليه باهيه. بالنسبه للكرسي نتاعها نتصور في الكسوه الاخرى ممكن تكون خير، معناتها انا ما تعجبني الكسوه الاخرى، اما ممكن تعجبك هذه هكا. اما الكرسي نتاعها راهو نفسه ما يتبدلش، جوست الكسوه كها وتتبدل. شنو الريجلاج اللي فيه؟ من هنا فيه الريجلاج اها، وهذايا كي تهزو هكا تطلع بيك هكا، شفتها كيفاش تنطر هكا خاطر وبعد ترجعها ميزانك هكا. هذاك الريجلاج اون اوتور تاعو وطبعا فيه يقدم ويوخر، وهذايا ما فيهوش الحكايه هذيك، جوست يقدم ويوخر هكا هاو باهي. الفرن امام نتاعها الوحده نتاعو نفسها نتاع الديسونسيس، ذكرنا نفسها نتاع الديسونسيس هكا، كانت كسرت ما تسالش على وليس، امشي امشي طول امشي على الوحده نتاع الديسونسيس، هي نفسها بالضبط ماهيش خايبه. دونك وعندك من هنا اقجر، وعندنا من هنا دو فيتري الكتريك تاع الكونديكتور نورمالمون يكون. دونك نحاول نحط كونتاكت نوريكم الفازة. دونك تاع الكونديكتور اها شفتوه لهنا هكا، تاع الكونديكتور اوتوماتيك دونك نزلة واحدة يهبط دونك هذيك، وفيها الريتروفيزور تاعها الكتريك دونك مش قاعد ترفع نوريها لكم باراليل. دونك من هنا عندنا الراديو هذاك، وعندنا من هنا هذه لليوم سيجار تنجم تستعملها 12 فولت تشارجي بها زوج تليفونات، دونك خاطر ما عندناش يو اس بي دونك تنجم هذيك تشارجي بها زوج تليفونات. البواد فيتيس تاعها اللوفي نتاعو بالسيميلي كوير بالاكحل، داير بها الكروماج، وحاجه عجبتني برشا بالرسمي كيفاش كل مره يحاولوا يحسنوا، دي حاجه عجبتني. دونك فيها الكربون فايبر الفيك هذايا، شوفوا مغلف هذايا، دونك بالطبع مش يكون كربون فايبر حقيقي خاطر تكلف برشا، دونك كربون فايبر فيك. وفيه دو بورت جوبلي من قدام كان للقدامين هكايا. وهذا هو بالنسبه للكونسول هذه السنترال. وهنا عندنا البوست نتاعها، البوست نتاعها راهو هذايا مش مركب اكسسوار ولا حاجه، دوريجين نتاعها فيه البلوتوث، فيه زاد هنا مكتوبه اس دي اوكسيلير، دونك فيه الاوكس تحط الكابل تحط الفن ولا حاجه، وفيه زاد نتاع الكارت ميموار، وفيه راديو، وفيه زاد البلوتوث، وفيه حتى من هنا هو الميكرو، الميكرو حطوه من هنا. عندك تحتها كاتر بوتون، دونك عندك وحده نتاع باش تسكر الحلين شبابك من تالي، تاع تسكر وتحل الكهرباء من برا، تاع الكاتر كلينيتون كي توخر ولا كي توقف الكهرباء اون بان، ومتاع زاد المال اللي قلت لكم تحلها من هنا. الكليماتيزور الريجلاج اللي تسمو لي بوتون نتاعو نفسهم نتاع بيجو بالضبط، نلقاهم في 307 206 207 نفسهم بالضبط، دونك الكليماتيزور فيه 4 فيتاسات. السامبل بالكدا زاد شفتوا كيفاش كي قلت لك معناتها كهرباء تونسي خاطر براسمك الكهرباء سامبل، ما فيها حتى شيء معقد، ديجا الالكترونيك اقل ما يكون فما، ودي حاجه تساعدك في الصيانه هذيك لا اكثر. دونك بالنسبه للقجر نتاعها فيه دو بورت قبلي اخرين وغرق شويه لداخل مش خايب بالكل. وبالنسبه لهنا عندي ايرباك للباساجي وايرباك للكوندكتور. نجيو تو الفولون، الفولون نتاعها ملتي فونكسيون، وهذوما زاد معمولين في تونس هذوما الكل. دونك لهنا عندك على اليمين تهز وتعلق ومتاع لي مود نتاع الراديو، لهنا عندك الريجيلاتور تاعها دي فيتيس نتاعها لي ريجلاج نتاعو من اللوطه، وعلى اليسار عندك الفوليوم تهز وتزيد وتنقص، والمود مد المود نتاع الراديو، والا الميوت اذا مثلا باش تقص الصوت ضربه واحده باهي. تو بالنسبه للكونسول سنترال تاعها والشيء هذاك خلينا تقربوا لي اكثر باش نوريكم اكثر الحكايه هذه. دونك بالنسبه تو للاورديناتور دو بور نتاعها واللي ترا فيها هذه، دونك نوريكم اكثر مقرب اكثر. دونك تحط كونتاكت من هنا هكا تجيك مغادي. دونك على اليمين عندك الكونتور نتاعها، على اليسار عندك الكونتور، من فوق عندك لي فويون نتاعها الكل. دونك نعملو ميوت من هنا دايركت. لهنا عندك اكران صغرون فيه الدات تاع الكهرباء، فيه الوقت، فيه التريب، وفيه زاده
الوحده تاع شلوت تاع ليسونس وواحده شلوت تاع السخانه نتاع الكهرباء. ومن هنا عندك واحد اخر من هنا هكاك كيما قاعد تشوف فيه، فيه الدات وفيه الوقت وفيه السخانه زادة. من هنا ها نجمو وفي زادة يظهر لك اذا فما باب محلول ولا حاجه، مثلا توقع لك البيبان ما غادي محلولين ما غادي هذاكم باهي. ومن هنا الوحده تاع البدبور تاعها بالبلاستيك من هنا، اما تحسوا البلاستيك مغلف عاملينه كرزينه كيك الخطوط هذاكم. ولايراتور تاعها مبدلين زادة، ما خدمهمش كما هما كيكا مبدلينها. شوفوا كيفاش من هنا هكا دايرين بالجري، ماهمش خايبين بكل صراحه، هاكو يتحلوا هكا نعرفوهم احنا مستنسين بهم قبل هذوما اللي زيراتور. وهذا الفولون تاعنا عاود نوريه لكم. من هنا عندنا لي كومودو نتاعها، هذه نتاع الكود والفار، وهذه من هنا نتاع السوي جلاس نتاعها. من الفوق عندنا شو اسمه هذا البلافونيه نتاعها، دونك صغرون كما قاعد تشوف فيه، يتحل مع البيبان نورمالمون كيما هكا، وتنجم زاد تسكرو من هنا. ومن هنا عندك المرايه طبعا باش تكون فيها مرايه، دونك هي الكهرباء هكاكا خليوها هكاكا فيها مرايه تحتها. ومن هنا عندك مرايه هذيك ما غير كاش من غادي. وهذا كله بالنسبه للداخلاني نتاع الكهرباء. دونك تو نجيو لتجربة القيادة تاع الكهرباء، تجربة باش تكون سريعة مش نفصلوا فيها برشا، لكن باش نحاول نحكيو شنو هي المهم فيها. دونك أول حاجة باش تقولي علاش الموتور ماهوش تونسي. دونك لهنا الموضوع طويل شوية صراحة، على خاطر تو مصنع حتى مصنع تونسي، أنا راه حتى كان باش يعمل موتور تونسي تو ماهيش باش تكون حاجة اللي حاجة قوية برشا، وكي حاجة اللي باش تخليه ينتقل من مرحلة لمرحلة. أول حاجة لأنها فيها إمكانيات مادية كبيرة برشا، معناتها بالرسمي باش تصنع موتور تونسي، معناتها كي يقول لك راهو تونسي وهي راهو مستحيل بيناتنا من الآخر ما يجيش تونسي، خاطر الباز باش يكون فما قطايع من برا، دونك ماهيش هذي موتور تونسي، ولا مش حتى موتور فرنساوي ولا ألماني، دونك ديما فما قطايع من برا، ديما فما اشتراك في الموضوع هذايا. وثاني حاجة التوجه كله ماشي فيغ سيارات كهربائية، دونك إنك تصنع موتور توا ترميك ويشد لك وقت وبعد. اذا انت مش قاعد تخدم على التصدير برشا، مش قاعد السوق نتاعك صغير، السوق نتاعك مش كبير، مش معامل مش معناتها قاعد تعمل على التصدير برشا، دونك زيد بعد حتى وزيد حاجه اخرى، القدره الانتاجيه نتاعك ماهيش قويه برشا، دونك كما تعرفوا ليسكار القدره الانتاجيه ماهيش تاع الملايين في العام، دونك زيد برشا زيد على الاخر انك تعمل موتور تونسي، وانما تركز على موديلات كيف هناك تجيبهم من برا، تاخذ صنعه ومن بعد بشوي تولي تعمل كهرباء تونسيه 100% حتى في الشاسي والبلاتفورم وحتى في ليزانستالاسيون هذوما. الموتور ما يهمش، ديجا احنا ماشيين توا في السيارات الكهربائيه. تو باش نخدمها قدامكم باش تسمعوا صوت الموتور، دونك ما تزيد باش نخدمه لكم. دونك هكا، دونك قبل هذاك البوزيسيون تاع الكرسي نتاعها ماهيش خايبه بالكل، معناتها ثلاثة بتريقلو جبرة بالحقيقة فيها ريجلاج اونتور، دونك باش يرتحك برشا في السياقة. دونك نخدمو الكهرباء، التخدم تاعها عادي على الاخر. دونك هنا بالنسبة لصوت الموتور فيها صوت موتور، معناتها بالنسبة للعزل متوسط، فما صوت موتور تسمعه ولكن مش شكل الصوت العالي الكل. بالنسبة توا خلينا نبداو بالنسبة للبوات تاعها سيس رابورت، توا انا اول مرة نسوقها مع حداكم. بالنسبة للموتور نتاعها 1.6، لو كنت تمشي بها شوية تسكر، الموتور نتاعها 1.6 115 حصان، هذي حاجة باهية برشا، و 152 نيوتن متر. باهي، شنو الحاجة تو اللي ممكن تعلق لي عليها اللي هي شبيه 1.6؟ باهي، أول حاجة الموتور هذايا موتور قديم. اش معناتها موتور قديم؟ معناتها موتور ركب ديجا في كهرباء قبل، ديجا اش نوريهولكم تو من هنا. اش نوريهولكم تو من اون باراليل، الموتور تاعها قديم ركب قبل في كراهو، قبل كانوا يعملوا سيلاندري عالي، دونك تو قاعدين ينقصوا في السيلاندري خاطر تو دخلت فيها حكاية ايميسيون تاع السي او 2 وكل، انسيس دونك خاطر تو دخلت فيها ايميسيون تاع السي او 2 وكل، دونك نقصوا في السيلاندري ونحطوا التربو ونحطوا نعملوا ايبريد دي جي وكل، دونك هذيك حاجات نقصوا في السيلاندري تاع الكراهو. لكن تو قبل كانت السيلندري عالي او قال السيلندري نتاعو عالي. بين الحكايه دي علاش مش تاثر الحكايه دي ساعه تعطينا قوه باهية للكهرباء، واللي هي 115 حصان ما كنت تاع توكي نزل عليه فهمتني باهية بالبدا فهمتني. والحاجه الثانيه انه ممكن مش ممكن هي بتزيد في الكونسوماسيون تاع الكهرباء، حتى 1.6 سيلندري عادي يزيد في الكونسوماسيون تاع الكهرباء. اما بالان كونتر بارتي تعطيك كونسوماسيون عاليه، دونك هذه حاجه بالنسبه للموتور تاعها. الموتور تاعها قبل ركب على موديل بيجو، كل ديجا حتى انا كي شفته ذكرت موديل بيجو، ذكرت شوي سيتروان وبيجو في البلوك الجري هذاك اللي يبدا من برا فهمت. دونك هذيك بالنسبه للحكايه هذيك. دونك الحاجه اللي تربح في الموتور هذا ان الموتور موجود من قبل، دونك القطايع موجودين والقطايع شكون برشا، فما برشا قطايع كوميون معناتها قطايع نفسهم
دونك مثال لك يعني باش ندور فيها هكا. دونك بالنسبه لدونا الديريكسيون تاعها طويله شويه، حتى في الفولون تاعها ديريكسيون طويله شويه. بالرسمي الكوبل تاعها عالي 250 ملم، شوف تنصح بالكدا. والفريناج نتاعها متوسط، نعطيه مثلا 7/10، مش خايب الكل. دونك في فرانديس من قدام ومنتري طنبور، لهنا عندي كلماتيزور يخدم حتى في 3 درجات، دونك نقوي في الكلماتيزور. الكلماتيزور تاعها فيسا مخدم، رغم الكهرباء باردة، برسمي الكلماتيزور فيسا مخدم، وبارد بكدا بكدا صراحة. دونك برسمي بارد بكدا، فرصة نجرب الكلماتيزور، وبالطبع فيها لابيس. هذه حاجة راهي ولات حاجة إجبارية تكون فيها لابيس، صراحة كان جات ما فيهاش لابيس، حتى توا في 2023 كل كهرباء لازم تكون فيها لابيس والشيء هذاك. بالنسبه للباك تاعها حاجه برك باش نوريكم. دونك هنا هي فيها 6 رابور، احنا تو في السيركوي ما نجمش نعمل فيها 6 رابور، لكن فيها مارشالير هكا وفيها بالرادار نتاعها. هذا فيها المارشالير من هنا، تحطو هكا من هنا. دونك ما عنديش بصمه من تالي باش نتستي حتى حكايه الرادار. دونك مثال حتى هكا نقصدي من هنا، جوست حبيت نجرب لكم الرادار نتاعها. دونك نقصدي من هنا خاطر انتم الكهرباء التونسيه ديما تحاول تجربوا فيها. وهذا هو بالنسبه للتست درايف نتاع الكهرباء. وكان عندك اي سؤال عليها ولا جربت تعطينا رايك فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.